نور، محطتنا التالية مع التغذية وأجواء الشتاء يلي عم تترسخ معالمها بهالأيام الباردة، ورح نتعرف شو هي الأغذية والمشروبات يلي بتمنحنا شعور الدفى وبتعزز عندنا مقاومتنا للأمراض وبتنشط جهاز المناعة مع أخصائية التغذية إيفانا اليوسف، ماجستير بالتغذية وعلوم الغذاء. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ تمام. كيفكم أنتو؟ تمام الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. يمكن هيدا الموضوع بهم كتير من الصبايا وبهم كتير أريج مشان الدفى تماما بالبردات. خلينا نحكي، يمكن هلا نحن بالشتاء وكل مره عم يكون في موجه او عاصفه جديده وكثير عم نلاقي في امراض بهذا الوقت وفيروسات عم تنتشر بشكل كثير كبير. خلينا نحكي بالبدايه اهميه الغذاء بهذا الوقت. هلا خصوصيا فصل الشتاء له اخصائيه غير، يعني له اكلات خاصه غير الفصول الثانيه، حتى النظام طبعا كله بيتغير. يعني مثلا انه احنا بالعاده بناكل 5 وجبات اللي هن 3 اساسيات 2، بالشتاء بدهم يصيروا 6 وجبات. ليش كثير مهم؟ لانه نكثر فيها الخضار والفواكه اللي فيها الفيتامينات والمعادن اللي بتعطينا، اللي بتقوي جهاز المناعه وبتحمينا من الامراض. مثلا بدنا ناكل مجموعه من النشويات، مو كل النشويات، في شيء معين بناكله كمان لتعطي الطاقه ولتشبعنا ولتعطي الدفع. الفطور لازم دائما نفطره، في كثير ناس بتلاقيها لانه برد او ما بعرف شو بصير فيهم بيلبسوا بيطلعوا بدون شيء، بيشربوا شيء سخن، اوكي ما بيعطيكم الطاقه، ما بيعطيكم الفائده اللي احنا بحاجه لها، ما بيعطيكم شيء يقويكم ويمشيكم او يدفيكم. فمثل ما قلت بتغير كل النظام، لازم يغيروا كل النظام السيستم تبعهم بالغذاء، لانه الغذاء هو اهم شيء، بيعطيك الطاقه، بيعطيك القوه، بيقوي جهاز المناعة، بيحميك من المرضى. طب اذا بدنا نبلش بوجبه الفطور، شو اهم الاغذيه يلي ممكن تعطينا مناعه لبعض الامراض يلي بتصيبنا بالفصل الشتاء وبنفس الوقت بتدفينا؟ تمام. هلا رح يستغربوا لما بقول لهم ممكن يبلشوا بالبطاطا الحلوه اللي هي ممكن نحن بالعاده بنعملها سناك، بس في اشخاص ممكن ياكلوا بطاطا حلوه. البطاطا حلوه اول شيء نشويات وبنفس الوقت بتعطي حراره وطاقه عاليه وما فيها هالكثير سعرات حراريه، لانه يعني مو نحن بفصل الشتاء عشان ندفى بناكل سعرات حراريه عاليه. هي نقطه كثير مهمه، لانه دائما بقول لك الاشخاص انه انا بالشتويه بنصح زياده، لا بدي نظام غذائي سليم وبنفس الوقت ما انصح، يعني اجباري لانه عم ياكل الحلويات، عم ياكل الشغلات الدسمه، بفكر انه هو حيدفيه. لا، في اكلات سعرات حراريه اقل وفوائدها اكثر وبتعطيك الدفى. ممكن مثلا الالبان والاجبان، اول شيء ليش؟ لانه الفيتامين د بالشتويه بيقل، ما في شمس، تعرض للشمس، فانت هيك بتحمي حالك اصلا من مشاكل هشاشه العظام وبنفس الوقت بتقوي لك جسمك. بالنسبه لك نفس الشيء الحليب، يعني هلا الصبح ممكن ياكل خبز الاسمر او خبز الشوفان، اول شيء بيشبع، ثاني شيء بيعطي طاقه، والبيض المسلوق بيعطي طاقة وبيضل فترة طويلة. بيختم فطوره بشي حلو مثل حلاوة أو مربى، لأنه هاي حتنحرق وحتعطيه طاقة عالية. أكيد كتير مهم يكون موجود الخضار، لأنه المعادن والفيتامينات اللي نحن موجودة فيها بحاجة الجسم لحتى يكمل يومه ويحمي جهاز المناعة من المرض. هاي بالنسبة للفطور. يعني الحواضر. الوجبات الأخرى، اوكي الوجبه الخفيفه مثلا الثانيه ممكن تكون يا مكسرات لانه احنا بحاجه لفيتامين اي الموجود حتى يحمينا من الامراض، او الفواكه وخصوصا الموجود الفواكه الحمضيات. بس المكسرات النيه فينا نقول طبعا اكيد النيه، طبعا لوز الجوز البندق هدول القصص، مو المالحه، لانه المالحه حتعطيكي سعرات حراريه واحتباس سوائل وزياده وزن. نحن بدنا ندخن ما بيمشي الحال لا طعم كله فيه ملح، لانه هلا الفواكه الحمضيات بشكل كبير انه فيها فيتامين سي اللي بيحمينا او بيقلل بيحمي من انفلونزا، واللي بينصاب الانفلونزا او الرشح بتقلل من مده المرض. بس هلا الغداء بده يكون كمان سلطات خضار، دائما نكثر الخضار الورقيه، ممكن نطبخ هلا السبانغ السلق كمان ناكلهم مع الرز ممكن عشان النشويات بكميات قليله، ودائما نخفف السمنه والزبده او حسب شو بيطبخوا هن الدهن، بس كمان احنا بحاجه للدهن لانه كمان بيعطي شويه طاقه بس ما نكثر منه. بالنسبه للوجبه الثانيه كمان بتكون بوشار، ممكن شاي اخضر، ممكن مشروبات اللي نحن بحاجه له بتدفينا مثل القرفه الزنجبيل، هذا بتقوي جهاز المناعه بتعطيكي دفى، الكركديه كمان بتعطيكي دفى عالي كثير، الكمون والشاي الاخضر بتحرق وسعراته الحراريه قليله وبنفس الوقت بتدفيكي. بالنسبه للعشاء فالعشاء يكون حواضر مثل الفطور، يبتعدوا عن كل شيء مقالي او مثلا اكلات وجبات جاهزه انا قطعت عنها. ليش؟ لانه اول شيء ما لها فائده، سعرات حراريه عاليه، ترفع الكوليسترول والشحوم، بتدفيك بشيء معين يعني بمده معينه وبعدين رح ترجع تجوع، رح ترجع تطلب زياده حتى لا. كل الاكلات الصحيه اللي قد ما اكلت منها تكون سعراتها الحراريه اقل من الوجبه الوجبات الدسمه. وجبه قبل النوم بتكون عباره عن خضار او حتى كاسه عصير غريفون او مثلا بومله او مثلا هدول اللي هن موجودين هلا، بتعطينا فيتامين سي عالي، بتعطيكي فيتامينات ومعادن انت بحاجه لها وبتقوي لك جهازك المناعي.
خلينا نحكي يمكن عن المشروبات، يمكن بهيدا الفصل قديش مهمه، لانه مثلا بيقول لك المشروبات الساخنه، بس مو كل المشروبات الساخنه هي صحيه. بيقولوا لك مثلا الكافيين بكثروا كافيين، لا الكافيين هو عباره عن بيزيد لك توتر، بيقلل من النوم تبعك، بينشف المي الموجوده بالدماغ، بيطلع التواليت كثير، بيصير عندنا تبول كثير بسبب المنبهات، فهي ما لها فايده. اوكي فيك تشرب 3 كاسات قهوه باليوم، بس مين اللي فايدته منيح؟ الشاي الاخضر. الشاي الاحمر كمان له فايده، بس طبعا الشاي الاخضر والاحمر مو بعد الاكل دغري، في ساعه فرق بيناتهم. بس بيقولوا بكميات قليله لانه بيسحب الحديد الشاي. الشاي الاحمر. الشاي الاحمر تحديدا. عشان هيك ليش نحن بعد ساعه من الاكل عشان ما يسحب الحديد. هلا الكثير ممكن يشربوا غلط يمكن مع الاكل، طبعا في كثير اشخاص لا مع الاكل ولا يعني الفطور يعني يمكن احدى الطقوس والعادات اللي كثير اشخاص بيستخدموها انه كاسه الشاي مع الفطور. لا فيكم تشربوا حليب ساخن اذا بدكم. الكركديه كثير منيح لانه بدفي. الزنجبيل فيه مجموعه من المعادن والفيتامينات بحاجه لها لتقويه جهاز المناعه، بنفس الوقت بيحرق شحوم. والقرفه والكمون كمان منيح، طيبين بنفس الوقت انه طيبين وبيعطيك الدفى اللي كثير. بالكافيين خففوا، فيكم تروحوا على هالمشروبات الزهورات كمان، اليانسون اذا بالليل ناخذه اذا بدنا ننام. يمكن بفصل الشتاء بتكتر بعض المأكولات يلي إلها طابعها الخاص، يلي هي الكستنة، البطاطا الحلوة مثل ما قلتي، كمان في أكلة كتير بتنتشر بتعطينا طاقة، يمكن دبس وطحينة. قديش هالأكلات ممكن يساهموا بزيادة الوزن أو لا، أو ممكن هن يعطونا طاقة؟ هلا بالنسبة للبطاطا الحلوة مثل ما قلت هي من النشويات اللي سعراتها حرارية مقبولة وكتير مفيد تاكليها يا الصبح يا يعني وجبة خفيفة. والكستنة نفس الشيء لأنه مشوية كمان، صح أوكي فيها سعرات شوي بس الفوائد الموجودة فيها كتير عالية، يعني إحنا بناكل كمية قليلة. هلا بالنسبة للدبس والطحينة بيعطي طاقة كتير عالية بس فيه كتير سعرات حرارية. يعني ممكن نحن ناخذ معلقة دبس ومعلقة طحينة ساندويتش خبز أسمر نختمها الصبح كوجبة، أو نعملها كفطور. ممكن هيك نفطر نحن ناخذها، بس كوجبة خفيفة ما فينا، وتكتير تاب في بتؤدي لزيادة وزن. طيب إفانا خلينا نحكي عن الوجبات اللي لازم نتجنبها خلال فصل الشتاء. هلا نسيت على وجبه كثير مهمه اللي هي شوربه العدس. شوربه العدس نحن هي مهمه عند الكل، يعني ما بتلاقي بيت ما بيخلى من هيدا الاكل، خصوصا الاشخاص اللي معهم انيميا فقر بالدم او حديد فقر حديد. هذا الشيء يفيد كميه كبيره من الحديد، يعني ممكن تساعدهم. وبنفس الوقت بتدفي حتى شوربات الخضار دائما بالغدا لازم يكون موجود الشوربه، وحتى المساء ممكن يتناولوا ما في مشكله. هلا الوجبات اللي بتبتعدوا عنا اللي هي الفاست فود، سعرات الحراريه عاليه، الحلو العربي اللي نحن دائما نقول نحن ناكله مع القطر ومع القصص، للاسف اوكي كله نحن ما عم نمنعك، بس يا بدك تقلل الكميه، يا يعني انه 3 مرات بالاسبوع او 2 مرات بالاسبوع بتكفي لقطع صغيره، والقطر نخففه او حتى نحن نعملهم بالبيت. هلا ممكن الجاتويات مثلا بلا الحلو العربي نحن نعملها بالبيت، بدل ما نحط السكر نحط القرفه. هلا السكر الاسمر مثل السكر الابيض ما بيختلف. نحط القرفه، نحط الفانيليا، ما فيها سعرات حراريه بس نفس الطعمه. الحلو العربي اللي نعمله بالبيت نقلل مثلا، بدل ما نكتر القطايف مثلا، بدل ما نكتر القلي نعملها مشويه. والقطر بدل ما نستخدم السكر العادي ممكن السكر الفواكه اقل بشوي، السكروز السكريات البديله اللي بتكون سعراتها الحراريه عاليه. الاسمر ما له اقل يعني ولا لا نفس الشيء؟ لا نفس الشيء، لانه بيقول لك السكر الاسمر احسن. درجات العمليه فقط. الصناعيه اختلفت فقط لا غير، وبجوز بيقول لك اصح لا هو سكر. السكري ليش نحن بنفضله؟ لانه سعراته الحراريه قل، كمان كثرته سيئه، ممكن تعمل اسهالات، في دراسات بتقول لك تعمل سرطانات، في دراسات بتقول لك لا ما بتعمل. فاختلفت الدراسات. فالاكلات ما نحرم حالنا فيه منهم، نحن بنعملهم بالبيت، او مثلا انا كثير شخص بحب اكل حلو، ممكن نحن نجيب الشوكولا السوداء، ممكن اكل الفواكه، هاي بتصنع التمر، التمر ممتاز بيعطيك طاقه وكربوهيدرات كمان موجوده فيه، نحن بحاجه لها، وممكن تتناول التمر مثلا، يعملوا حلو بالتمر. يمكن كثير اشخاص بيعتمدوا التمر اول الاطعمه اللي بياكلوها الصبح، يمكن هذا افضل شيء ممكن الشخص يتناوله لحتى يمكن ما يصير في مشاكل هضميه عنده. ممتاز هو للهضميه، بيعطيك طاقه عاليه، كربوهيدرات الموج، السكريات تبعت دغري بتنحرق بالجسم، هذا مناسب كثير، يعني هي اكله كثير منيحه. يعني بتعطيكي طاقه، بتعطيكي الفوائد اللي انت بحاجه لها بالصبح، يعني ما في احسن من هيك وجبه. كمان يمكن الاولاد نور بحبوا ياكلوا دائما الاكلات الطيبه، بياخذوا معهم بسكويت على المدرسه، قديش ممكن احنا نقدم لهم شيء يعطيهم طاقه ودفى خلال نهارهم بمدرستهم؟ هلا ممكن الاولاد الصغار بما انه نحن عملوا سندويش حلاوه، تمام
ممكن سندويش شوكولا للاطفال الصغار يعني اللي ما صحتهم منيحه، الاشخاص الطبيعيين الصبح لازم يفطروا قبل غير وجبه السندويش اللي بياخذوه على المدرسه. يعني الفطور الداعم اللي بيحطوا لنا فطور الصبح اجباري، اول شيء عم يدفيهم، ثاني شيء يعطيهم طاقه، يختموها بكاسه عصير برتقال مشان تعطيهم الفيتامين سي العالي، او حتى ما بده عصير ممكن يحطوا له فواره. ياخذوا التفاح معهم او الموز، ممكن شويه مكسرات النيه بالمدرسه مع سندويشه الزعتر او اللبنه او حتى الجبنه، هاي كلها بتعطيهم الدفى، بتعطيهم طاقه وبياخذوا الفيتامينات اللي هن بحاجه لها الصبح. خلينا نحكي عن المشروبات الصحيه للاطفال كمان، قديش فيكي تلعبي بهي التفاصيل؟ يعني يمكن الشاب البالغ او الكبير نوعا ما بيتقبل كثير من القصص والمأكولات، اما الاطفال ما بتتقبل، بدك تعملي كثير من التفاصيل والحيل عليهم، لانه بتلاقي الولد مثلا اوكي بياكل مع اهله بس بالمدرسه بياكل شيبس، بياكل قصص، بيشرب كولا، فقديش فينا نلعب كمان من خلال الفواكه، المكسرات، الخضره. تمام، يوم الام اللي بتعمل امه بالبيت مثلا بتعمل له عصير بالبيت او بتحطه مثلا، هلا صار في علب موجوده بكل الاسواق سهله انك تحفظي فيها الاكل بدون ما ينكب او ينسكب، مشان هيك مثلا العصير تعمله كوكتيل، هلا جو بارد يعني ما راح يفسد الكوكتيل اذا فيه حليب، وبنفس الوقت في اصلا صار في محلات حليب طعمات بالاسواق كمان تحط له اياه، متى ما حطت له اياه هو ما راح يضطر يشتري. حتى الشيبس مثلا بتعمله بالبيت، اذا هو كثير بياكل شيبس ما هو يفضل انه يبتعد عنه، تعمله اياه بالبيت يفضل احسن. تعمله الفواكه الحلو، كيك الكيك بالبرتقال، كيك بالتمر، بالزبيب، وتحط له اياه احسن ما يشتري من برا. متى ما حطت له هي هالوجبه هالاكلات الطيبه هي عملتهم بالبيت وبتعرف شو عملت، افضل انه هو يشتري، وبنفس الوقت يعني تقلل كميه المصروف تبعه، ما يضل عنده مثلا انا معي حتى مصاري الوجبات خلال النهار. يعني كثير من السيدات بتقول لك مثلا ابني ما بياكل هي وما بياكل هي، بتلاقي الاولاد فعلا بيتحكموا بطبيعه الاكل والاهل بيمشوا معهم. يعني بتقول لك مثلا ابني بيحب الوجبات السريعه، ابني بيحب مثلا المعكرونه والبطاطا هي الوجبه الرئيسيه عنده. هلا اول شيء هذا غلط الاهل، لانه من الصغر معودون الطفل دائما بيقلد اهله. ثاني شيء اوكي بده ياكلهم، بياكلوا عملهم بالبيت، بس بدل ما نشتري الهمبرجر من برا بنعملها بالبيت، بتكون اقل وفيها تتحايل او حتى شو تخليه يساعدها بالاكلات. فممكن وهي عم تساعدها بالاكلات تفرجيه قد ايه مضار، هيك تطلع شوف هاي السمنه، شوف هاي الزبده، شوف هاي الدهنه اللي عم تنزل، هاي هيك هيك بتعمل، شفت جدك هيك، يعني بتعطيه امثله من اشخاص هو مقرب لهم. فهو الطفل لحاله من صغره رح يعني يضرب فرام بالعاميه ويقول اه اوكي، يعني بدها شويه وعي، هي الاساس من الاهل. كيف بيقدروا بالفعل يعودوا اولادهم انه يتناولوا اغذيه مفيده؟ يعني في اولاد بيقولوا انه ابني ما كثير بحب اللحمه، يعني هي مشكله كثير كبيره. كيف الاهل بيقدروا هن يسيطروا على اولادهم واولادهم يسيطروا عليهم مثل ما هن وصغار؟ اول شيء بدهم يعودوهم هن صغار انه ياكلوا كل شيء، ثاني شيء بده يفرجوهم هن صغار انه نحن ما بنقرف مثلا من اللحمه او مثلا بيكرهوها، واهم شيء الطفل ما يشوف حيوان عم ينذبح، في كثير اطفال بتتاثر بتبطل تاكل لحمه بتاثر فيهم. تمام، شغلات ثانيه ممكن نحن نستعيد مثلا اللحمه ما نفرجي انه موجوده، نكتر بهارات، نكتر الاضافات تبعتها ما تبين معه، في ناس بتقول لك ما باكل بصل، ما انا مشكله، ما احنا بنعمل بصل كثير وبنخلطه مثلا مع اللحمه ما بتبين. ومثل ما قلت اساس انه مثل ما الطفل ساعد الام بالطبخ بصير بحب الاكل. ومثل ما قلت يمكن فانا الاهل بيكونوا قدوه، يعني مثلا بتلاقي طفل ما بياكل بصل او ثوم لانه امه ما بتاكل بصل او ثوم، ابوه ما بياكل لحمه، فبتلاقي قديش في كثير من التفاصيل. يمكن هي بنشكر اهلنا عليها، لانه لما كنا صغار كانوا يعودوك تاكلي كل شيء. تمام، يعني لا بدك تاكلي كل شيء لانه كل شيء صحي، يعني شوربه العدس لازم تكون وجبه اساسيه، في كثير من اللحمه لازم تكون وجبه اساسيه خلال الأسبوع، إن كان جاج ولا لحمة ولا سمك، كله هاي كله لازم يكون موجود. المكسرات، الفواكه، الخضار لازم يتناولها بكتير. في كتير شيء مهم هي المي، كتير أهالي ما بتعود أولادها يشربوا مي، هذا أكبر غلط. مي كتير أساسي بحياتنا وبجسم الإنسان. الرياضة كمان مثلا، هي بعدنا شوي عن شرق الأكل، كمان الرياضة لازم تكون كتير شيء أساسي. أول شيء حتى بهذا الجو نحن بحاجة للرياضة، يمكن نهمل الرياضة بالشتوية دايما بصير في الخمول عام. تمام، بقول لك برد لا أنا ما بدي، بالعكس بالرياضة ليش بنسقف يد من الشت من الصيف؟ لأنه بيكون الجسم بارد، فالجسم بيحرق زيادة وأنت عم تلعب رياضة، عشان أول شيء يعطيك الدفى وبصير في استقلاب أعلى. فقديش كتير منيح، معناتها نحن عم نحرق ضعفين اللي عم نحرقه بالصيف. كتير مهم الرياضة بالشتوية، ما لازم أبدا نوقفها ولو نعمل أي شيء جهد اذا بدك بالبيت، اذا ما بدك تطلعي يعني على الجيم. طيب بالختام نصيحه بتحبي توجهيها لكل الاهالي اللي عم يتابعونا اليوم؟ كثير مهم انه نحن نبدل وجباتنا لست وجبات، ناكل كميات قليله متكرره، اكل صحي اللي ذكرناه سابقا، كثر الخضار الفواكه المشروبات، نبتعد عن الكافيين، حتى نشرب مي ونشرب المشروبات اللي ذكرناها كمان سابقا، رياضه شيء اساسي حتى ولو بالشتويه،
وكثير مهم انه الشخص اللي بده يطلع انه يفطر اذا بده يطلع الصبح ويدفي حاله منيح ويشرب كاسه مي كمان قبل الطلع تبعته دافيه، وعلى هالاساس هن ما راح يمرضوا، راح ياخذوا كل فيتامينات المعادن اللي هن بحاجه لها وبيحموا حالهم من الامراض وبنفس الوقت بيدفوا حالهم. يعني بنشكرك كثير ايفانا على هالمعلومات الصحيه اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله كل الاشخاص يكونوا استفادوا منها لحتى يحموا حالهم من الامراض ويدفوا حالهم بشتويه. شكرا، يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. شكرا لك ايفانا اليوسف على وجودك معنا.